من جهته أكد مدير عام دائرة التأمين الصحي في صلاح الدين دكتور قصي مصطفى أنه تم تفعيل نظام التأمين الصحي للمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية وفق ما معمول به في بقية المحافظات من خلال البطاقة الصحية الخاصة بهذه الشريحة. التأمين الصحي هو يخدم فئة الرعاية اللي حاملين بطاقة الكي كارد لدائرة الرعاية الاجتماعية في صلاح الدين. تخدم هذا الحامل الكارت انه يقدر يراجع مجمعات اللي مشموله ضمن التامين الصحي من ناحيه الاطباء بكامل اختصاصاتها، زائدا مختبرات، زائدا صيدليات صرف الادويه، زائدا الاشعه والسونار وهالتفاصيل. هذه كلها راح تتقدم ضمن دعم حكومي اللي هي دعم الحكومه للتامين الصحي بالنسبه للموظف او بالنسبه للمستفيدين من هذه الخدمه. حيقدر يراجع كل الاختصاصات والاطباء بداخل المجمع. تكون العملية هي مجانية أصلا لأن مدعومة من قبل الدولة. لازم أنه كل شيء نوفره بحيث ما نخلي أنه المراجع مالتنا يكون خارج المجمع اللي هو الموجود لهذا العمل، أنه هو تأمين صحي. فكل المجمع بكامل اختصاصاته الطبية بأدويته بأنواع التحاليل لازم كلها تكون متوفرة بهذا الموضوع. أصلا الضمان أو التأمين الصحي يشمل الشخص اللي مسؤول، إذا كان متزوج فهو وزوجته وأولاده. هذه الخدمة تشمل العائلة خاصة، ما اللي خلينا نقول عائلة رقم واحد، يعني الدرجة الأولى، الزوج وزوجته وأولاده كاملة. كل شخص دخل اسمه في نظام السيستم للتأمين الصحي فحسابه راح يكون موجود. يعني الدولة سندت هذا الموضوع، إيش قد تعداد المستفيدين في محافظة صلاح الدين، فرصدت الدولة الميزانية مالتها كاملة في حيث أنه ما يحتاج أي شيء، أنه هو عليه يجي يحتاج هالخدمات، يستخدم الخدمة اللي طبية ويطلع. الدولة هي اللي راح تدفع هذه المواضيع كلها.